طلاب، وصلنا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا إلى موضوع اللي هو الدوال الحسابية. سمعونا واضح؟ نعم واضح. الدوال الحسابية اللي هي دوال عبارة عن دوال جاهزة تستخدم لإنجاز العمليات أو لحساب العمليات الرياضية. عن طبعا هذه منقول دوال جاهزة، ما يحتاج انه انت تروح تبرمجها وتكون دوال جديدة، وانما هي دوال جاهزة، بمجرد ادخال البيانات لهذه الدوال نقدر نحصل على القيم المطلوبة. من هذه الدوال الجاهزة راح نبدي هسه بالدالة، دالة القيمة المطلقة اللي هي ABS. طبعا جهزنا او جهزنا لغه البرمجه، لغه فيجوال بيسك، بمجموعه من الدوال الرياضيه الجاهزه. اولا هي داله القيمه المطلقه اللي هي ABS. وظيفه هذه الداله هي ارجاع القيمه المطلقه لاي قيمه عدديه. هنا هذه الدالة إذا تلاحظوها ABS اسمها الدالة، الآن هنا يشير إلى عدد، يعني العدد اللي احنا راح ندخله هنا فيما بين القوسين سيتم الحصول على القيمة المطلقة له. دالة القيمة المطلقة هذه شنو يعني ترجع القيمة المطلقة؟ يعني تحول القيم السالبة إلى موجبة، الموجبة كما هي تبقى، أما السالبة فعند استخدام هذه الدالة تحول إلى قيم موجبة. مثال، طبعا رياضيا مثل ما تلاحظون دالة القيمة المطلقة تكون عبارة عن خطين متعامدين، وتوضع فيما بينهم القيمة اللي مطلوب إيجاد القيمة المطلقة لها. مثال find y equal x، تكون القيمة المطلقة لx. تشوفون الx هنا خليها بين خطين متعامدة، اللي هو يقصد به رياضيا بالرياضيات يكتب بهذا الشكل دالة القيمة المطلقة. إذا فرضنا الx هي سالب 3.54، هنا إذا تلاحظون القيمة اللي هي 3.54 هي سالبة مخزنة في المتغير X، هنا خصصناها المتغير X. نحسب القيمة المطلقة للX اللي هو مخزون ب ناقص 3.54، وبعد ما نحصل على القيمة المطلقة لهذه القيمة نخزنها في المتغير Y، ثم نطبع قيمة المتغير Y. الجواب راح يكون Y يساوي 3.54. تلاحظون أنه إشارة الناقص السالب هنا اختفت، أي تحولت إلى موجب، هذه القيمة تحولت إلى موجب. لو كانت قيمة موجبة تبقى كما هي موجبة مثل ما قلنا، أما السالبة فتحول إلى قيمة موجبة. هذه وظيفة الدالة، دالة القيمة المطلقة ABS، اختصار Absolute Value، ومثل ما قلنا تحول القيم السالبة إلى موجبة. الآن نجي إلى دالة أخرى، هي دالة الجذر التربيعي SQR، وتستخدم مع القيم العددية. يعني هذه وين ما نشوف هنا بالدوال أنه موجود بين قوسين N، يشير إلى أنه هناك عدد، يعني راح نخلي عدد بين القوسين. SQR هي اختصار لسكوير روت، هذه مثل ما تلاحظون الكلمتين سكوير روت أي الجذر التربيعي لهذه القيمة اللي هي يمثلها N. وظيفة هذه الدالة يعني هنا شنو نقدر نحصله من استخدام دالة الجذر التربيعي، هي الحصول أو استرجاع الجذر التربيعي للقيمة N، للقيمة N. طبعا مثل ما تعرفون بالرياضيات انه الشكل الخاص بالجذر يكون بهذا الشكل، ويساوي تحت الجذر توضع القيم المطلوب ايجاد الجذر التربيعي لها. اذا فرضنا
انه قيمه الاكس اللي هي تحت الجذر اللي يعني اللي مطلوب ايجاد الجذر التربيعي لها هي كانت 16. ف شلون راح نستخدم داله الجذر التربيعي للحصول على الجذر التربيعي اللي هي 16؟ طبعا مثل ما تعرفون بالرياضيات انه عندما نريد نحصل على جذر تربيعي لقيمه فهو يعني انه القيمه الناتجه هي حاصل ضربها في نفسها راح يرجع للجذر. يعني مثلا جذر التربيع ل 16 ما هي القيمه اللي نضربها في نفسها بحيث ترجع لنا 16؟ هذه يعني رياضيا مفهوم الجذر التربيعي. اكس يساوي 16، احنا عندنا هنا بالمثال اكس يساوي 16، خصصنا للاكس القيمه 16. راح ندخلها في معادله رياضيه، هنا نحسب السكوير روت الجذر التربيعي للاكس ونخصصها لمتغير اسمه واي، يصير واي يساوي سكوير اكس. ثم بما انه القيمه الناتجه موجوده في متغير اسمه واي، برنت واي، نطبع الواي، الجواب راح يكون 4. اذا كان اكس يساوي مثلا 25، الجذر التربيعي لل 25 راح يكون الواي يساوي 5، وهكذا الجذر التربيعي لل 4 2، الجذر التربيعي لل 36 6. اذا تعرفنا على داله الجذر التربيعي تستخدم مع الاعداد مثل ما تلاحظون مع ان، مع الان لان اختصار نمبر يعني مع العدد، ووظيفتها استخراج او ارجاع الجذر التربيعي لاي قيمه عدديه بشرط ان تكون قيمه موجبه، يعني هنا سالبه لا يمكن ان نحصل على الجذر التربيعي. الداله الثالثه من الدوال الحسابيه هي داله، الداله ما يسمى الداله الاسيه EXP اختصار Exponential، الدالة الأسية رياضيا هذا شكلها إذا منتبهي لها E الأس X. الفائدة من استخدام هذه الدالة الرياضية هو إرجاع أساس اللوغاريتم الطبيعي للقيمة N وتسمى Exponential value of n، هي ارجاع اساس اللوغاريتم الطبيعي، يعني هي تعمل عكس اللوغاريتم الطبيعي. على سبيل المثال هذا مثال عندنا find اوجد y equal e اس x، e اس x يعني الداله الاسيه اللي هي exponential، تكتب بالرياضيات بهذا الشكل بلغه البرمجه visual basic، تكتب e x p للقيمة اللي نريد إيجاد القيمة الأسية لها، تكتب فيما بين القوسين. فإذا كانت عندنا الأكس هي 1.4 يعني الأس راح يصير 1.4. طبعا للعلم أنه الإي هي قيمة ثابتة موجودة اللي هي تقريبا 2.71 تقريبا بهذا الشكل، هاي راح اشوفكم اياها اللي هي print exp، او 2.71828 وهكذا الى اخر القيمه اللي بعد البوينت. طبعا هنا هاي تلاحظون هذه الداله الاسيه، الاي هي قيمة ثابتة، هي قيمتها 2.71 هذه اللي هنا نقصده، هذا الاي هي 2.71. عند رفعها لاي قيمة نقدر نحصل على القيمة الاسية، يعني هنا اذا الاكس 1.4 راح يصير 2.7 اس 1.4، يصير بهذا الشكل رياضيا. طبعا قبل هسه راح انفذ قدامكم مثال
آخر حول الابسوليوت فاليو، حول القيمة المطلقة. هنا هاي الابسوليوت فاليو سكوير روت اس كيو ار، هنا عندنا الاي اكس بي. لاحظوا بالنسبة لاي بي اس القيمة المطلقة ناقصا 61 بالسالب، راح تطبع لنا 61 بالموجب. إذا كانت هي 61 بالموجب تبقى كما هي موجب، يعني يحول فقط السالب إلى موجب. هاي بالنسبة للـ ABS أو الـ Absolute Value، دالة القيمة المطلقة. دالة الجذر التربيعي اس كيو ار عرضا ال 25. الجذر التربيعي ال 25 5. الجذر التربيعي ال 16 هاي تلاحظون الجذر التربيعي ال 16 هو 4. سو كتم للصوت طلاب. الآن نجي للدالة الأسية. في اكس بي عرضا ال 1.4، او مثل ما موجود المثال راح اشرح لكم اياه، نفس المثال اللي موجود هنا عندنا. هذا المثال اللي هو X قيمته 1.4 طلاب. سد الصوت استاذ. العفو، المايك الموجود بالقاعة موجود بالقسم استاذ. سد القسم. زين طلاب، هسه عندنا قلنا اكس قيمته 1.4، هذه الاكس قيمته 1.4، بعدين واي يساوي الداله الاسيه اي اكس بي المن للاكس. هنا هذه القيمه راح نحسبها الداله الاسيه للاكس. الاكس ايش قد؟ 1.4. ايش قد راح تصير عندنا قيمة y؟ print ال y. هنا راح نطبع قيمة ال y. ال y شو تمثل؟ الدالة الأسية للقيمة x اللي هي 1.4. لاحظ هنا هذه الدالة الأسية لحساب قيمة x اللي هي 1.4. هي تعني انه تعني 2.7 أس 1.4. دالة رياضية وظيفتها إرجاع أساس اللوغارتم الطبيعي، يعني تعمل عكس اللوغارتم الطبيعي. الآن نجي إلى اللوغارتم الطبيعي اللي هو log n. الفائدة من هذه الدالة إرجاع قيمة اللوغارتم الطبيعي، اللي قبلها إرجاع أساس اللوغارتم الطبيعي.
بينما هنا ارجاع قيمة اللوغاريتم الطبيعي تكتب في الرياضيات لن في البرمجة بلغة بيسك الدالة المحجوزة إلها أو الدالة الجاهزة هي لوغ، أما رياضيا تكتب لن. يعني هسه إذا أردنا بهالمثال حساب قيمة المعادلة واي يساوي لن أوف الأكس، الأكس هنا مجهول إيش قد قيمته، هنا قيمته 2.4، إذا راح نخصص له 2.4 هاي بالخطأ، يعني هنا هاي مثل ما تلاحظون هي 2.3، هنا 2.3 مثل ما تلاحظون بالمثال، بس صحوها يمكم اللي هي 2.3 مثل ما موجودة بهالمثال، بالطباعة مكتوبة خطأ. إذا الأكس 2.3 واي يساوي لوغ للأكس، بالرياضيات قلنا تكتب لن، برمجيا تكتب لوغ، راح نحصل على قيمة اللوغاريتم الطبيعي للقيمة اكس، القيمة اكس ايش قد هي 2.3، اذا قيمة الواي الناتجة راح ينتج لنا هذه القيمة اللي هي 0.87، هذه القيمة تحصل عكس قيمة الاكسبوننشال او الدالة الأسية. ننفذ مثال عليها، هذه حول دالة اللوغاريتم، الاكس قيمته 2.3، الواي يساوي لوغ للاكس انت الواي الواي، ننفذها يصير عندنا 0.8، طبعا اذا جربنا هسه 2.4 هذه القيمة اللي هي هذه نفسها اللي موجودة تقريبا بالملزمة 0.87، نفذها مرة ثانية مثل ما تلاحظون هاللوغارتم، هذه القيمة اللي هي اللوغارتم 2.4. إذا تريدون نفس القيمة اللي موجودة بالملزمة تخلون 2.4، راح تظهر نفس القيمة اللي موجودة في موجودة قدامكم في الملزمة. إذا صح 2.3 سوى 2.4، تبقوا 2.4 حتى تطلع نفس النتيجة اللي موجودة، لأن إذا خلينا 2.3 راح تطلع نتيجة أخرى اللي هي 0.83 مو 87. نجي إلى دالة أخرى اللي هي دالة اسمها SDN، دالة Signal، دالة الإشارة، يعني راح تنطينا إشارة القيمة الموجودة فيما بين القوسين، القيمة العددية اللي موجودة. إيش راح تفيدنا هذه الدالة؟ ترجع لنا واحد، القيمة واحد طبعا إذا كان إشارة العدد N هي موجبة، ترجع لنا سالب واحد إذا كانت إشارة العدد N هذا اللي موجود هي سالبة، ترجع لنا سالب واحد، ترجع لنا واحد إذا كانت موجبة. مثال عليها، إذا X قيمته سالب 3.5، احسب إشارة أو استرجع إشارة القيمة هذه اللي هي سالب فاصلة 3.5 أو X اللي هي هنا وخزنها بالX وخزنها في الواي. بما أنه هنا القيمة سالبة إذا القيمة الناتجة إيش راح تكون؟ سالب واحد. هاي مثال عليها، دالة سيجنال SGN، صار كلمة سيجنال، إذا عندنا الأكس يساوي سالب
3.5 واي يساوي سيجنال استرجع الإشارة للقيمة اكس، ثم اطبع قيمة واي. لاحظوا هسه هاي الإشارة سالبة، من نحسب السيجنال لهذه القيمة العددية اللي هي موجودة بالاكس سالب واحد سالب 3.5 راح ترجع لنا سالب واحد، يتخزن في الواي نطبع الواي راح يطبع لنا سالب واحد. هاي سالب واحد مثل ما تلاحظون. زين اذا كانت القيمة موجبة يعني لتكن هل هذا 578، اريد استخرج الاشاره الها يرجع لنا واحد. يعني بما معناه اذا كانت القيمه موجبه يرجع واحد، اذا كانت سالبه يرجع سالب واحد. هذه وظيفه الداله سيجنال. نجي الى داله اخرى هي داله الراند اللي هي اختصار راندوم اي العشوائي. هنا استخدامها تستخدم لارجاع العدد العشوائي المحصور بين الصفر والواحد. يعني راح تنطينا قيم عشوائيه محصوره بين الصفر والواحد بس ما يكون من ضمنها الصفر ولا الواحد، يعني مثلا 0 0.1 0.2 0.3 اللي هي أكبر من الصفر وأصغر من الواحد. طبعا هالمثال اللي هو هذه الدالة هي قلنا اختصار لكلمة راندوم، وظيفتها إرجاع قيم عشوائي. شنو إرجاع قيم عشوائي؟ يعني الكمبيوتر هو راح ينطيك القيم هذه اللي محصورة بين يعني فترة معينة من إلى، يعني بدون تدخلنا، سواء احنا نكتب الفترة اللي هي من إلى، يعني مثلا من 0 إلى 1 أو من 0 إلى 20 راح ينطينا القيم اللي محصورة بيناتهم. هذا مثال عليها واي يساوي 20 في راند، 20 في راند راح ينطينا معناه هنا قيمة عددية محصورة بين الصفر والعشرين. خلينا نجربها، راح نضيف كوماند آخر، هذا راح نخلي الكابشن مالته اللي هي راند اسم الدالة. أجي أقول واي يساوي ار ان دي راندوم مثلا في 20. هسه في واحد خلينا نجربه، والله في واحد ايش راح تطلع لنا القيمه اللي هي برنت الواي. زين هسه راح انفذ، لاحظوا شن طاني قيمه 0.7. اذا ضغط مره ثانيه 0.5 يعني ما راح يكرر هنا اي قيمه. تلاحظون في كل مره ينطيني قيمه عشوائيه محصوره بين الصفر والواحد. بس لا ما راح ينطينا لا الصفر ولا الواحد نفسه. زين اذا ردت بين الصفر والعشرين، مجرد اغير هالعدد الى 20 يعني راندوم في 20. لاحظوا 14 10 11 5 كلها محصوره بين الصفر والعشرين. هذه القيم عشوائيه وما غير متكرره.
أريد بين الصفر والستة. هاي مثل ما تلاحظون محصورة هاي القيم العشوائية بين الصفر والستة. زين، هاي كان بالنسبة للدالة راندوم. أكو دالة تستخدم وياها اللي هي الراندومايز. الراندومايز اللي هي تستخدم لتهيئة مولد الأعداد العشوائية، يعني هي تستخدم مع الراند، تستخدم مع الراند. هاي راح تنطي أنه أولا تهيئ دالة الأعداد العشوائية، وثانيا تنطيها يعني شقد ما تنفذ بدون تكرار. الراندومايز بدون تكرار، مثال عليها هذه الدالة راندومايز. نكتب بالبداية راندومايز. تلاحظون انه حتى اتاكد من كتابتها انه كتبتها صح، الحرف الاول راح يتغير الى حرف كبير، واي يساوي على سبيل المثال رند وبرنت الواي. ننفذ هذه الدالة. يعني شبيهة، هي نفس مشابه العمل أو داعم العمل الدالة راند، مشابه لعمل الدالة راند. زين، هذه بالنسبة للدالة الرياضية راندومايز. نجي إلى دالة أخرى، الدالة الثامنة هي الدالة راوند. وظيفة هذه الدالة، الدالة اسمها راوند للعدد N، تستخدم لإرجاع عدد صحيح تقريبي للقيمة N. يعني احنا نعطي قيمة عشرية مثل ما تلاحظون هذا المثال، هو راح يقربها إلى عدد صحيح، إذا يسترجع لنا فقط عدد صحيح، فقط عدد صحيح. لاحظوا هذا المثال، بس أقرب عدد صحيح، أقرب عدد صحيح. الدالة اسمها راوند. شوفوا هالمثال اللي هي X إذا قيمته 12.5. من هي أقرب قيمة صحيحة ل 12.5؟ راوند للإكس وبرنت الواي. ننفذ هذه الدالة. لاحظوا ايش قد اقرب قيمة لها؟ 12. زين، اذا خلينا ابتداء من 12.51 اللي هو اكبر من 12.5، لاحظوا صار 13. اذا 12.5 او 50، يعني 12.5 فما دون 12.4، 12.3، 0.2، 0.1، كلها يرجعها 12. 12.5 وحتى هو جزء صغير فوق الخمسة راح يقربها إلى واحد. إذا يقربها إلى واحد، هذه هنا يقربها، طبعا يختصرها يقربها إلى صفر، الأقرب يعتبر إلى صفر، ف 12 يبقى صحيح. هنا عندنا 12.51 ابتداء من هذا، فما فوق يعني 5 2 6 سبعة، كل هذه يقربها إلى واحد، تصير 13. هنا عندنا نتيجة مثل ما تلاحظون، هاي القيمة صارت 13.
12.4 راح يعطينا 12. إذن 12.5 12.4 12.3 ما راح يقربها إلى 1، يعني تبقى نفس العدد الصحيح 12. يعني هو اللي راح نحصله من راوند إنه يقرب إلى أقرب عدد صحيح، إلى أقرب عدد صحيح، ويحذف البوينت، يحذف ما بعدها إذا كان اللي بعدها أكبر من 5، أكبر من 5 إلى حد 9 راح يقربها إلى 1 تضاف إلى العدد الصحيح. من 5 فما دون، من 5 فما دون بعد البوينت راح تقطع وتظهر نفس نتيجة العدد الصحيح. هاي بالنسبة للراوند دالة تقريب، تقريب الأعداد العشرية. نجي إلى الدوال المثلثية. هاي تلاحظون الدالة المثلثية ساين كوساين تان. دالة ساين ارجاع جيب الزاوية ان محسوب هنا بالزوايا النصف قطرية. طبعا مثل ما تعرفون دالة ساين هي دالة، هي تحسب المقابل على الوتر، قيمة المقابل على الوتر. احنا ما راح ندخل بالعمليات الرياضية المقابل على الوتر، احنا راح تجينا قيمة جاهزة اللي هي مثل هاي قيمة بالزاوية النصف قطرية 2.3. نريد نحسب الجيب لهذه القيمة. جيب عندنا هنا راح نحسب جيب الزاوية إذا كان X يساوي 2.3 Y يساوي ساين الإكس، اضع قيمة الواي. إذا نريد جيب الزاوية إكس، إكس إيش قد مثلا هذه الإكس؟ راح تظهر لنا 0.7. زين، إذا نقول له 90، 0.89. إذا نقول له جيب الزاوية 45 0.85 وهكذا. أي قيمة نقدر نحصل على الجيب الخاص بها. هذه قلنا دوال مثلثية. نجي إلى الدالة المثلثية اللي هي الكوساين. الفائدة منها إرجاع جيب تمام القيمة N اللي هي بالزوايا النصف قطرية radius. طبعا الجيب هو رياضيا يحسب المجاور على الوتر، قيمة المجاور على الوتر. احنا هنا منطينا قيمة بالradius مثل ما تلاحظون بالزوايا النصف قطرية اللي هي قيمة X 6.8. شلون نحصل على جيب هذه القيمة؟ عندنا الـ X هي 6.8، الـ Y تساوي كوساين الـ X. أحسب الجيب تمام الزاوية X أو القيمة X اللي هي 6.8، خزنها في Y ثم نطبع قيمة الـ Y. خلينا نجربها هنا، نضيف كوماند آخر، نغير الكابشن، نغير العنوان، نسميه كوساين. قيمة X ناخذ 6.8 X تساوي 6.8
واي تساوي كوساين اكس كوساين اكس برنت واي. هذا جيب تمام للزاوية نصف قطرية اللي هي 6.8، الزاوية نصف قطرية اللي هي 6.8. طلاب قاعد تسمعون الصوت واضح؟ نعم استاذ. نعم استاذ واضح. استاذ واضح. لحد الان اكو احد عنده سؤال؟ نعم استاذ واضح. لا استاذ واضح. زين، هذه كان الداله كوساين. الداله المثلثيه الاخرى اللي هي التان تانجنت الضل اللي هو المقابل على المجاور، ويمكن حساب الظل لأي قيمة باستخدام دالة جاهزة، هذه اسمها تان. مجرد نخلي بين قوسين قيمة عددية نقدر نحصل ظل هذه القيمة إذا كانت محسوبة بالزوايا النصف قطرية radius. مثال عليها: find y يساوي tan of x if you know that x equal 2.5. بالراديوس هنا الزاوية النصف قطرية الاكس يساوي 2.5. هنا تلاحظون خصصنا القيمة 2.5 للاكس، الواي يساوي تان الاكس ظل الاكس، اطبع قيمة واي. خلي نجربها هنا شلون نحسب قيمة هذه الدوال، ومثل ما قلنا احنا ما راح ندخل بال يعني التفاصيل الرياضيات، لان يعني هي الداله جاهزه، بمجرد احنا ننطيها قيمه عدديه راح تحسب لنا ظل هذه الزاويه. على سبيل المثال هنا عندنا الاكس هي 2.5، الاكس 2.5، الواي يساوي كان للاكس ظل الاكس، اكس قلنا محسوبه بالزوايا النصف قطريه، اطبع قيمه الواي، اطبع قيمه الواي. هسه نريد نعرف ظل هاي 2.5 ايش قد؟ هي بالسالب سالب 0.747. اذا خليناها مثلا هسه مثلا 24.5، لاحظوا هذه القيمة اللي هي الظل لهذه القيمة العددية. إذن يمكن الحصول على ظل أي قيمة محسوبة بالزوايا النصف قطرية عند استخدام الدالة تان، الدالة تان اللي هي دالة الظل. نجي الاركتان اللي هو الظل تمام، وظيفة هذه الدالة اللي هي اي تان هو ارجاع الارك تانجنت اوف الفاليو ان مقاس بالزوايا النصف قطرية. مثال عليه اذا كان عندنا قيمة الاكس 6.7، شلون نقدر نحصل على الارك تان لهذه القيمة العددية x اللي هي 6.7؟ راح نعطيكم مثال عليها. هذه الدالة اي قيمة عددية هنا نقدر نحسب لها الاي تان او الارك تان للاكس ثم طباعة القيمة واي.
هذه مثال على استخدام الدالة arctan. زين هسه إذا أردنا حساب هذا مثال يعني ملاحظة هنا يقول بالنسبة للدوال القيم المثلثية إذا كانت بالزوايا يعني تجينا دالة أو قيمة مثل هذه اللي هي X يساوي 3.7 درجة، تشوفون الفوق اللي هو رمز الدرجة هنا مو بالزوايا النصف قطرية وإنما بالدرجة، شلون نحسبها؟ تحسب انه تضرب هذه القيمة 3.7 في باي اللي هي 22 على 7 او 3.14 على 180، في باي على 180 اذا اجتكم كزاوية مو بالنصف قطري، مو بالقيم النصف قطرية بالرادياس، لا اذا اجتنا زاوية مثل زاوية 90 زاوية 45 نضربها في باي اللي هي 3.14 على 180 نقدر نحصل على قيمة هذه الدالة المثلثية الساين لهذه الزاوية اللي هي 3.7. مثال عليها هاي لاحظوا هنا راح اخلي مثل زاوية 45 حتى عن نفس الساين، دالة الساين هنا عندنا هذا دالة الساين هسه هذا بالرادياس 2.3 إذا بالزوايا يعني على سبيل المثال زاوية 45 شنو نسوي هنا؟ راح يصير الإكس اللي هي قيمة 45 مضروبة في باي اللي هي 3.14 مقسومة على 180 القيمة الزاوية مضروبة في الباي على 180 ننفذ هاي نحسب لها قيمة الساين هذه 0.7 0.7 إذن لحساب الساين او الجيب جيب تمام الظل اي داله مثلثيه لقيمه عدديه تمثل زاويه يجب ان نضربها في باي على 180 هذا انتهينا منه هذه بالنسبه للدوال الرياضيه بالنسبه للدوال الرياضيه نجي الى موضوع اخر هو دوال التحويل. دوال التحويل تستخدم في لغة Visual Basic لتحويل القيم اللي معطات من نوع إلى نوع آخر، من نوع إلى نوع آخر. يعني شلون؟ على سبيل المثال هسه هذه الدالة الأولى. طبعاً هذه الدوال تستخدم مع القيم. هذه الدوال دوال التحويل Conversion functions اللي قلنا تحول من نوع من البيانات الى نوع اخر تستخدم مع السلاسل الرمزيه مع السترينج ومع القيم العدديه يعني ما معنى اذا شفتوا بين القوسين حرف اس يعني انه هنا راح يكون سترينج رمز اما اذا شفنا ان يعني راح يكون هنا عدد فنجي الاولى اللي هي اي اس سي للاس هذه تحول وظيفتها هذه الدالة الاي اس سي اللي هي وظيفتها تحول من القيم الرمزية اللي راح معطات اي قيمة رمزية راح نعطيها الى ما يقابلها بالقيمة العددية بشفرة اسكي يعني شفرة اسكي كل رمز الى قيمة عددية يعني على سبيل المثال هذه
الاسكي جينا اكس يساوي مثلا هذا الرمز رمز الشباك وواي تساوي اي اس سي بالاكس. الاكس منو هو هنا؟ الاكس هو رمز الشباك. زين هذا بشفرة آسكي ايش قد؟ طبعا عندنا الشفرة القياسية الأمريكية لتبادل المعلومات اسمها آسكي، اسمها آسكي مثل ما هذا الاسم إذا تلاحظوا هنا، هذا الاسم آسكي الشفرة القياسية الأمريكية لتبادل المعلومات. كل رمز موجود احنا نستخدمه في لغة في الحاسوب، كل رمز، كل رقم، كل رمز خاص إلى عدد مقابله، الأعداد محصورة بين 0 إلى 127، هذه كلها للرموز والحروف باللغة الإنجليزية، الرموز والحروف باللغة الإنجليزية. أما ابتداء قلنا هاي من 0 إلى 127، كل الحروف سواء كانت الكبيرة كابيتال لتر من الأي للزت، الحروف الصغيرة من الأي للزت، الأرقام من 0 إلى 9، وعندنا الرموز الخاصة اللي هي علامة مثلا هذا رمز الشباك، رمز الأت، رمز المئوية، رمز الدولار، رمز الأقواس، الزائد، الناقص، الضرب والقسمة، كلهم لهم كل واحدة لها عدد يمثلها بهذه الشفرة. هذه كلها تكون موجودة من الصفر، يعني مرقمة من 0 إلى 127. أما الحروف العربية موجودة ورموز أخرى موجودة ابتداء من 128 إلى 255، يعني شفرة آسكي تضم 256 رمز من 0 إلى 255، من ضمنها حتى الرموز العربية. فشوفون أنتم من تكتبون على الحاسبة تظهر الرموز العربية لأنه مخزنة أو موجودة في هذه الشفرة، الشفرة القياسية الأمريكية لتبادل المعلومات. خلينا نجربها نشوف هذا. إذا كان مثل هذا الرمز رمز الشباك، من أستخدم الدالة هذا حتى أرجع العدد اللي يقابل هذا الرمز في الشفرة، إيش راح ينطيني؟ لاحظوا راح ينطيني العدد يقول 35. زين رمز الدولار، علامة الدولار هذه 36. زين هذا القوس، قوس المفتوح 40. لاحظوا القوس المفتوح 40، القوس المغلق اللي هو 41. زين رمز الزائد، قد تسلسل بهذا الجدول هو 43. زين إذا جينا على الأط، هذا الأط 64. إذا جينا على الحرف أي الكبير راح يعطينا 65، بينما الحرف أي الصغير ينطينا 92، عفوا 97. هذا 97 الحرف أي الصغير. الحروف الكبيرة من 65 إلى 92، الحروف الصغيرة من 97 إلى 122، من 97 إلى 122. أي رمز هذا الرمز ممكن نستخرج القيمة اللي تقابله بشفرة آسكي بسهولة. الأعداد مثل هذا العدد 6، شوف ترتيبه 54، العدد 0
ترتيبه 48 بالجدول الخاص بالشفرة القياسية الأمريكية. إذا اللي افتهمناه من هذه الدالة، دالة ASCII ASCII، هي تستخدم لتحويل أي قيمة رمزية، أنت تنطي قيمة رمزية هي تنطي العدد اللي يقابلها بشفرة ASCII. هذا مثال يقول أوجد شفرة ASCII، find the ASCII code لإشارة أو علامة الدولار، لعلامة الدولار، علامة الدولار مثل ما تلاحظون إذا يقابلها 36، يقابلها العدد 36 بالجدول. يعني من تروحون تدورون شفرة ASCII راح تلقون العدد 36 موجود مقابله هذه العلامة. اللي يشتغل عكس هذه الدالة هو الدالة هذه كاركتر، يعني هنا تنطيها عدد ترجع لك الأصل اللي هو الرمز. هنا كنا ننطي الرمز تنطينا عدد بالجدول، هنا الدالة الثانية هذه كاركتر راح ننطي عدد تنطينا الرمز اللي قابله. وظيفة هذه الدالة converts the argument number to an equivalent ASCII، هذه تحول العدد المعطى، هذا النمبر العدد المعطى، إلى ما يكافئه في شفرة ASCII. مثال، ماذا يكافئ الرمز، رمز ASCII للعدد 64 34؟ ال 34 أو 38 هنا بالطباعة خطأ، 38 ماذا يكافئه في شفرة ASCII؟ راح تشوفون هنا نستخدم هذا المثال، راح نطبقه حول استخدام الدالة كاركتر. إذا عندنا الإكس هو فرضا 34، الواي يساوي كاركتر للإكس أطبع الواي. بس ال 34 خلينا نشوف يا رمز راح يقابلها، هذه علامة الاقتباس، هاي تلاحظون الكوتيشن مارك، دبل كوتيشن، دبل كوتيشن علامة الاقتباس المزدوجة. زين، إذا هذا 38 يقابله هالامبرساند، الامبرساند زين 40، هذا القوس المفتوح، شوف 36 هاي علامة الدولار، قبل شوي أخذناها 36، إذا تلاحظوها هاي 36 مو علامة الدولار. إذا انطينا الكاركتر هذا الدولار ينطينا 36، هاي بالاسكي. هنا إذا انطينا 36 راح يرجع لنا هاي العلامة. 38 هاي مثل ما تلاحظون 38 يرجع لنا من شفرة ASCII العلامة اللي تقابلها اللي هي الامبرساند. إذا هذا الاسكي والكاركتر واحدة تشتغل عكس الثانية. أخذ فقط هذه الدالتين اللي هي سي انتجر وسي لونج. سي انتجر ان هذه تحول الجزء نسميه الكسري الفراكشنال of 0.6 and more to the next highest integer like round، هي تشبه الراوند، بالضبط تشبه الراوند، لكن راوند إذا أكثر من النص، أكثر من 0.5، يعني من 0.51، من فاصلة 5.1 فما فوق، يتحول ل واحد صحيح يضاف إلى العدد الصحيح. هنا هذه الدالة اللي هي سي انتجر، يعني convert integer، هاي تحول
إذا من 0.6 يعني مو 5.5 0.6 فما فوق يتحول إلى 1 يضاف إلى العدد الصحيح. نأخذ عليها مثال سي انتجر مثل ما تلاحظون ضفنا فد كوماند اكس يساوي مثلا 4.8 واي يساوي سي انتجر للاكس برنت واي. هسه هذا 0.8 اللي هو من 0.6 قلنا فوق ينضاف 1، المفروض تطلع لنا 5 القيمة الناتجة. هاي ظهرت لنا 5. زين خلي نجرب 0.4. طلع لنا 4. نعم يعني قطع هذا الجزء قطعه وما قربه. زين ذا قلنا 4.5. لاحظوا بقت 4. حتى لو 5 هم يقتطعها بدون ما يحولها الى صحيح. اذا قلنا 6 4.6 هذه قربها مثل ما تلاحظون هنا هي 4.6 اصبحت 5. شلون اصبحت 5؟ السي انتجر هي شبيهه بالراوند هاي اللي اخذناها بالبدايه، هذا الراوند شبيهه بها، بس الراوند من 0.51 فما فوق، ايضا سي انتجر من 0.6 فما فوق. اذا مثل ما قلنا هي تقرب الجزء الكسري ابتداء من 0.6 and more واكثر، يعني الى اقرب قيمه صحيحه، وهي مشابهه للراوند، مشابهه للراوند. بقى الدالة الأخيرة بمحاضرتنا اليوم وننهي المحاضرة هي الكونفيرت لونج. هنا الكونفيرت انتجر تحول إلى انتجر، هنا تحول إلى لونج إلى عدد طويل. وظيفتها تحول العدد المعطى N إلى ما يكافئه بنوع البيانات الصحيح الطويل، اللي هو منه العدد الصحيح اللونج هو اللي قيمته تكون تصل إلى 2 مليار و171 مليون، يعني أكبر من الانتجر. الانتجر أقصى قيمة إليه وهو حسب المعالج، بس أقصى قيمة إليه هي 32000 بالموجب وسالب 32000 هنا بالسالب. إذا أكبر من هذه القيم راح نستخدم اللونج. زين هنا أجانا عدد هو بي جزء صحيح وجزء كسري، نباوع للجزء الكسري. إذا القيمة من 0.6 فما فوق راح تتحول إلى 1 صحيح ينضاف إلى الآخر عدد على اليمين بالعدد الصحيح اللي هو 5 يصير 6. باعوا هذا النتيجة، هاي كانت 2 2 7 4 7 4 7 5، كانت 7 5 آخر شيء، 5 أصبح 6. السبب لأن هذا الجزء هو من 6 فما فوق، من 6 فما فوق. مثال عليه نضيف كوماند، نضيف كوماند ونخلي الكابشن مالته اللي هو سي ال تي لونج. مثل ما تلاحظون هذا سي ال ان جي اختصار لونج. اذا كان عندنا الاكس يساوي مثلا 6.65 واي يساوي كونفيرت ال ان جي المن للاكس برنت الواي.
لاحظ هو 6.56 صار 7. طبعا هسه هذا احنا مو هذا العدد اللي احنا نريده، نريد عدد كبير مثل هذا العدد. تشوف هنا هذه الجزء هذا من 6 فما فوق راح يتحول لواحد صحيح يضاف، اذا هذا راح يصير 4، المفروض تصير 4 اخر قيمه. خلينا نجربها. تلاحظون اخر قيمه كانت 3 صارت 4، ليش؟ لان تقرب لها اخر هذه القيمه اللي بعد البوينت، بما انه هي من بوينت 6 فما فوق تتقرب الى واحد صحيح تضاف الى الجزء الصحيح. بينما لو كانت بهذا الشكل لاحظوا هسه هذه فاصله 35، هي اقل من فاصله 6، فاصله 3 اقل من فاصله 6، فاذا تقطع هذا الجزء الكسري يقطع وتبقى الثلاثه كما هي، يعني ما راح ينضاف له واحد صحيح. هاي مثل ما تلاحظون اخر شيء 3. هذا ما يخص محاضرتنا هذا اليوم. طلاب اذا احد عنده سؤال. لا استاذ واضح. واضح واضح استاذ. ان شاء الله هذا راح يتم تطبيقه عمليا بالنسبه لكم في وقت المحاضرات العمليه. ان شاء الله استاذ. ان شاء الله استاذ. ان شاء الله استاذ. شكرا جزيلا. شكرا. ما عين تفضل. بس فرات حسين لان طافي الكهرباء عتها فما قدرت تحضر. ماشي ان شاء الله. شكرا استاذ.